السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم أسر الشفاء. وموضوعنا اليوم هو موضوع لماذا لا نرى الجن وماذا يقول الله تبارك وتعالى في هذا الأمر. تابعونا حتى الأخير. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم إخواني أخواتي. بعض الناس يقول لماذا لا نرى الجن؟ الله عز وجل رحمة بنا ولطفا بنا أنه حجب علينا هذا الأمر واجعله غيبا علينا ومغيبا كي لا نراه. قد نسمع بأمور الجن، قد نتكلم معهم، يتكلمون في صفة الإنسان وبشخصية الإنسان، ولكن لا نراهم لأن الله عز وجل أراد ذلك أن يكون. والله عز وجل لا يسأل عما يفعل ونحن المسؤولون. نحن لا نسأل الله لماذا أنت حجبت عنا الجن ولا نراه، لأننا نحن العبيد، نحن الأذلة، نحن نعبد الله تبارك وتعالى، نحن المسؤولون، ولا نسأل الله تبارك وتعالى عما يفعل. لذلك فهي حكمته شاءت أن يكون هكذا الأمر، لأن الله رحمن رحيم. ولو رأينا الجن ونعيش معه على حقيقته ما رأينا، ما نمنا وما أكلنا وما شربنا وما تمشينا. قد تمشي أنت في الطريق والجن عن يمينك وعن شمالك، أو قد تركله، أو قد تخاف، قد تقع كثير شيء، قد تراه وترعب. قال له كنت، سبحان الله، قصة حضرتني، والله العظيم قصة حضرتني، أني كنت أرقي أحد الأشخاص، لم أذكرها للرجل أمر، قال لي الجن الذي صعب فيه ولو رأيتني على هيئة الأصلية لا فررت صاعقا، يعني ستهرب، هكذا قال. قلت له نحن الحمد لله الذي حجب عنا صوركم وحالتكم، والحمد لله الذي جعلنا أقوياء عليكم، هكذا قال وأضحكني. نعم، هذا الأمر موجود، نعم، لو رأيناه على حقيقته قد نرعب بقبحه، أو مثلا بطريقته المخلوق بها، أفاعي، حيات، عقارب. تخيل أن أفعى تتكلم، تخيل أن عقرب يتكلم معك، أو ثور يتكلم، أو يسبك، أو يقول لك أنا ملحد، أنا أكفر، أنا نصراني، يعني مرعب هذا. يعني الجن يكون متى على صفة حيوان، قط يتكلم معك، أو أفعى تتكلم، يعني هذا مرعب. لذلك الناس لا تستوعبه، لذلك الله عز وجل حجب عن هذا الأمر، لأن الجن قد تكون على هيئة قط أو أفعى أو كلب ويتكلم معك هكذا. لذلك الله حجب عن هذا الأمر. الله الرحمن الرحيم يعلم بعلمه الواسع أننا ضعفاء في هذا الأمر، نحن نخاف، لا نقدر على هذه الأمور أن نستوعبها صغارا وكبارا، رجالا ونساء. لذلك بإذن الله تبارك وتعالى قال أحد علماء السلف الأولون في القرن الأول، لا أتذكر، ابن القيم أو ابن تيمية، قال بأن من أخبر أو قال بأنه رأى الجن على حقيقته الأصلية فهو كذاب، لا تراه إلا الأنبياء، لا تراه إلى الأنبياء، لأن خلقته الأصلية. وإنما الجن يتخيل لك في أقزام مثل الإنسان ومشوهة، يعني عنده عين واحدة، أم عنده عين كبيرة، أو عنده عين صغيرة وكبيرة، وفمه يصل إلى الأذن، أو يعني عنده مناخر طويلة، عنده فم كبير هكذا أو كذا، خلقة مثل الإنسان مشوهة، قزم أو إنسان طويل، أو إنسان عنده، ترى إنسان ولكن عنده رأس ذئب، أو رأس غنم، أو رأس مثلا قطة، أو رأس أفعى، أو كذا وغير ذلك الأمور. لذلك بإذن الله تبارك وتعالى كل هذه الأشياء التي يتخيلها فيها الجن لك في النوم، أو حتى إذا رأيت خيالا هكذا، فإنه ليس الخلقة الأصلية للجن. خلقة الإصلية ستكون مرعبة عليك، وقد لا تستوعبها إذا رأيتها، يكون صغيرا، قزما، يكون كثير من الأشياء. لذلك الأشياء التي تزعج الجن وتتعبه وهو أن يتصور لك، لأن قال العلماء الأولون بأن الجن إذا أراد أن يتصور لك فلابد أن يقوم بتعزيمات، بعزائم كي وطقوس كي يتصور لك أنت، يعني يتأذى كي يتصورك. ولو لم يكن الجن يتأذى عندما يريد أن يتصور لك، يعني لتصورت لي أنا وفلان وفلان ألاف الجن بالحرب التي نحاربهم بها يوميا ونعدهم بها، يعني اليوم يتصور لك 20 وغدا 50 وغدا 70، يقول لك ابتعد من الرقية، هذا لا، ما يستطيعون، لأنهم يتعذبون
ويخافون في نفس الوقت من الراقي أو المعالج إذا كان هو متوكل على الله. وهم لما يريد أن يتصور لك يتعذب. لذلك أغلب الأحيان أو بعض الأحيان ما يتصور للإنسان المصاب أو بعض الناس إلا الجن المردة الذين يتقون على أن يتمثلوا لك في عقرب كبيرة، أفعى كبيرة، سبع، نمر، ملك، كذا، طور، بقرة، خروف، خرفان، كذا، يتعذبون لما يتصورون لك. لابد أن يقوم بتعزيمات كي يظهر الإنسان في صورة حيوان كذا، في صورة قطة، في صورة صرصور، في صورة كذا قرد، في صورة فأر أو كذا. لابد أنه يتعذب، تمساح، هذه الأشياء، الحوت أو القرش، لابد أن يتصور، أن يقرأ عزائم. تخيل أن أنت ترى قرش، أنت تسبح في البحر ويأتي قرش يقول لك ماذا تفعل هنا؟ لماذا تسبح؟ هل تريد أن أكلك؟ يعني ما تستطيع أن تستوعب هذه الأمور أخي في الأخت في الله. الله حجب عنا، الله عليم حكيم وهو أحكم الحاكمين، يعلم ما ينفعنا ويعلم ما يضرنا وهو الحكيم العليم. نحمد الله ونشكره ونستعينه ونستغفره. هذا هو أقول قولي هذا، والله المستعان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.